وهنا يمكن شويه لو عملنا مقارنه بين رد فعل حضرتك لما مريم جت قالت لك انا عايزه امثل ورحبت وقلت لها يلا روحي شوفي طريقك، وبين رد الفعل مع حضرتك في شبابك او في يعني في بداياتك في الاول خالص مع الوالد لما قلت له انا عاوزه امثل، رد الفعل كان مختلف خالص. انا دلوقتي بصور مسلسل كمان مع الاستاذ وائل فهمي عبد الحميد، مبروك عامل فيه مبروك. الله يخلي حضرتك عامل فيه ابو احمد سعيد عبد الغني. يا روح. في موقف غريب جدا جدا جوه المسلسل. انا عامل مستشار سابق وابني مستشار حالي. وحكم على نرمين فقي بالاعدام. وانا في شبابي حكمت على واحد بالاعدام كان قدم لي خدمه كبيره جدا لكن عمل جريمه وجه وقف قدامي فلازم احكم عليه بالاعدام. فهل انتصر لموقفي مع ابني لما بيقول لي ان هو عايز يستقيل وانا كنت عايز استقيل وقلت لابويا وابني عايز يستقيل وبيقول لي، هل انتصر لموقفي مع ابويا ولا انتصر لابني مع موقفه معايا؟ فكان رد الفعل القديم بقى مع مريم، هل اعملها زي ما ابويا عاملني؟ ايوه. ولا اعملها زي ما انا كنت عايز اعمل واسيبها تعمل اللي هي عايزاه؟ وابو حضرتك عملت ايه؟ احترامي عمل ايه؟ قال لي لا بس كده بالهدوء ده. قال لي لا سيبك من الكلام الفارغ ده وراح موديني. كان عاوز يقنعك ازاي؟ كانت ايه يعني وسائله لاقناعك ولا ما كانش في اقناع وقتها؟ مفيش. مع ان يعني كان زميله نجيب الريحاني وسراج منير هو كان يعرفهم كان يعرفهم بحكم شغله وهو كان في مكتب التلغراف بتاع شارع عدلي وكانوا بيترددوا عليه وهو يعرفه وقال لي بقى على شويه حاجات كده بذكريات معاهم. لكن برغم ان هو عارف لكن هو كان شايف لان كان ظروف الفن قبل كده كانت المسائل ما هياش بالتقعيد اللي موجود دلوقتي. المعهد كان اتفتح مثلا سنه 48 وابويا مثلا مواليد 1903 ففين على ما المعهد اتفتح 48 وبعدين ابتدى يخرج اول ما اتخرج الدفعات بتاعته. فالحكايه كان لسه في البدايات يعني في الستينات كنا لسه امتداد ما قبل ده. فهو كان خايف عليا من المصير اللي ممكن الاقيه زي الممثلين اللي حصلوا قبل كده. لكن بعد تدخل الدوله ورعايتها للفنون وللاداب وان احنا بنتخرج نتعين في المسارح ويبقى لنا ماهيه ما نبقاش يعني نمر بالفاقه والعوز اللي مر بيه اساتذتنا اللي مروا قبل كده وسمعنا حكاياتهم اللي تقطع القلب يعني. فدلوقتي بقى في نوع من انواع الحمايه للفنان سواء عن طريق النقابه او عن طريق التعيين في المسارح او في شابه من كده.